السلام عليكم. عليكم السلام سا. ورحمة الله وبركاته. How are you? Fine, thank you, sir. You fine? Yeah, I'm fine, sir. بيكم ترى البحر ما سرت الجيم ولا سرت النادي، ما أدري شو اللي صدني عنه، ما قهرته أبدا ولا كان لي خاطر أتمرن البارحة، فلذلك ما سرت النادي بالكوفة أبدا ولا طحت الأرض عليهم. فوين سرت؟ سرت خدت لي لف داخل أبوظبي وتمشيت، وصرت مطعم صايروني هناك يعيبني الكباب ماله، وصرت كتلي الحيمات مشويات، وضويت بيتي، ضويت الساعة 11 ويلست ويا فريجي عندك هدونك وسوالف، وتمي تقرأ مسجات وياني الخبير وتمينا نرمس ونسولف ورقت. بس حتى رقت تحت في الصالة اليوم البارحة، ويوم عدى نص الليل بعد نشيت وجيت حجرتي. باليوم برنامج إن شاء الله ليه شيء زيارة في المشرف وشيء زيارتين في مدينة العين. الله إني بسير العين اليوم زيارتين بهنتين خاصات، زيارتين خاصات يعني مش عموميات، وإن شاء الله إني بطوي بظهري إذا الله جعلنا من الحيين. وتري رجال بعد بيحين الضحى قايل لي الساعة عشر 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 ونص بيجي، وبنصور كان طاع يصور بعد أحيدا نحيس نحاسة الدنيا كلها فيه، قال أبويا بيجيكم غير ما بصور، قلت ما عليه تعال أنت ولا كل حادثة حديث. ما تعني اللي يقول بيي ولا بيصور، ما عيبني اللي يقول بيي ما يطيع يصور، ما أدري هي اللي كان وظيفة شغل ولا شغلت ما عليه، لكن حد منهم ما باد الزوني عليه يتمنعنا وهن الراغبات، يعني بي لا تصورني لكن أباك تصورني من غير ما أدري ونه. والله العظيم حد من العرب غير نمونة، والله مشكلة. ترى الله يحفظكم، أنا العام قلت في نفس الوقت هالرمسة، حد من العرب شي يسوي؟ من المتعارف اللي هل بالمواد وهل بالمضار وهل بالزيارين وهل بالهبايب يسيرون عند هل بالزيارين، زين عند هل بالخزعبلات، ويسيرون الله يحفظكم يعطونهم بيزات، يقولوا لهم نحن فينا المضار الفلاني، قالوا له هذا ابوي لازم ابوي ضيف ثور ولازم دياي شلقه ويبوك ما ادري شو ونخي وفراخ وما ادري قوية معون العرب كلها. شو يستوي؟ تستوي طقوس الزيارين، تستوي طقوس الزيارين ويصيح اللبان ويصيح القسط والضفور وما ادري شو، ويدخنون الدنيا ويذبحون الثيران ويشربون الدم، هذا كلها خزعبلات. نحن بعد ما وصلنا الى الهدف او شو اريد اوصلكم الرمسه، فشو اللي يستوي؟ الله يبارك فيكم، ترى حين ريال هذا او الحرمه هذه ما فيها شر، تشكر رقبتها تعورها ولا يديها تعورها ولا شيات، فشو اللي تسوي؟ تصير عند العرب هاي وتقنع نفسها انها ها شو تبين؟ يا رجال انت زين، ما بطول عليكم السالفه. فيقنع عمره انه او تقنع عمرها انها فيها مضار وما بيخوز هالمضار الا الزيارين، وهذا ما تعرف عليه منذ الازل من مئات السنين، لكن الحمد لله يكاد أن يكون اختفى من الكرة الأرضية، أو أن تلاشى، أو أن نسبة ضئيلة اللي تمارس الشيء هذا في أي دولة في الدنيا العودة المرأة. فحد من العرب هذا المريض شو يسوي؟ يقنع عمره أن هاي يوم بيدقون عليه الزار بيغدي بخير، اللي فيه المضار هذه بيدقون عليه الزار وبيغدي بخير. الحين لا، حد من العرب يجمع عوير وزوير والمنكسر واللي ما فيه خير والنطيحة والمتردية، وبيقولهم أبوي أنا برقص وانتو هفوا علي، يعني أنا بقبض الرحماني وانتو أبوي قبضوا الكاسر، وهي لبيس هو أبوي يغني وهم يلحنون، أما يقول هو قال ولا الضالين آمين، أما يقول هو ولا ما تقول هي ولا الضالين، ما شيء مناصح، ما شيء ربع العدل. هذا يسمونهم المرتزقة، يجمعون زيد وعبيد ويلسونهم،
نحب نقول الشيء الفلاني وتقولوا عدل، نحب نقول الشيء الفلاني يقول هي نعم هذا هو الزين، ابوي هاي ابوي ياكلون يدك ويلعنون يدك، بياخذون ما وراك ودونك وبيطرجون. الناصح ولد العم ولد الاخت العم الخال الصاحب الصديق ولد الدار اللي هو من الدم واللحم، ولا ابوي هاي ابوي هاي الحد من العرب يجونك من عرا وبرا يلقطون ابوي الكد ويلعنون اليد، فيه ما فيه دقوا عليه واخذوا غوازي، فيه ما فيه دقوا عليه واخذوا غوازي، المهم دامها خضراء بتنعسف، دامها خضراء بتنعسف، دامها فيها 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 ثمر بيعسفونها وبيحط ابوي اللومي. شو اللي تنعسف؟ اللوميه السدره هاي تنعسف، من تنعسف تناثر اللومي وتناثر الكنار والنبج والقطته الوادم لي من غير ها. فهذا اصبح حال الدنيا حين كل من ابوي يجمع الاثنين ثلاثة وكل من منهن يجمع تلهن هنتين ثلاث، شرايش في قزوزي يتشاهدن؟ قالت يلا بوديش عند الدكتورة الفلانية، ودت ابوي خذت من وراها هيجي بيزات ودت ابوي عند الدكتورة الفلانية وخبق ويها، اصبحت الصبح التحرى ضار بنها خازباز. هاي حياها هاي ما بحياها، كل يوم نعت كل يوم نعت كل يوم نعت، اللي فيك فيها هبة وعندها بهانس السير بوي عند ما حد يقول كل السيرن سيرن وين تبن، لكن سيرن عند الدكتورة زين أو الدكتور الفنان أو الإنسان اللي عرف هب كل يوم كل واحد. والله يا أبوكم حين أحد منها تشوفوا يوهن ما تعرف اختلف شخصيتن، اختلفت شخصياتن إنهن غير نمون غدا ما بهن اللي انت عرفن. الأول ما زينهن ما زين ويوهن، حين غدا الويوه تحراهن مصفعات مصفعات بكربة فحال، نعم غير نمون غدا ويوهن شمنة كله من هالتخبيج وهالتعديل التعديل اللي ما يوجه مبلاقطات الربيع اللي تنصح لهن النية، ولا بلاقط هذا الربيع اللي ينصح له النية الأخو ولا ابن العم ولا يعني الإنسان اللي تحس به إنه ناصح، إنه ناصح وإنه يبالك الخير. فلذلك مع الخيل يا شقرة وين ساير يا الدنيا بسير وياك، وتازم الحرمة منهم مضحكة والريال منهم يازم أرقوز. شو السبب؟ انسى ان شاور في لبس ونشاور في مذهب ولا في علم ولا في خبر، ولان عبرة العابرين منو بتشاور؟ يشاور ابوي المرتزقة، هاي يسمونها المرتزقة، والحريم هالمرتزقات اللي يصير ابوين عليهن، وهن ابوي ما بناصحات النية وما بعلى سلكن ولا بعلى رشدهن. فلذلك تلقى طوي ما بهم منهن ابوي، ليش يهتمن؟ يهتمن في حد رب العالمين خاصن خسية ما بيهتمن. ويهمهن حاليا يهمهن ابوي فقط المصلحة، بياخذن ابوي مصلحتن وبيطرجن عنك. المشكلة انها تعرف، المشكلة انها تعرف انهن هاي ما ينهى ولا يابن ابوي الاخبار والعلوم ومدحنها هالمدح كله الا يبن اما وراها ودونها. انزين باشر ابوي بتغدي الماي قراح عن ابوه طوي، هو هذا ابوي ما بطوي، حتى الطويان يا ابوكم يبست، الطويان يبست ابوي، وهذا يبونك هاي يبونك يوم عندك بيزات، عندك حباصي على عين وراسي، ما عندك حباصي خوز لا تصدع لي راسي. هي والله يلا برايكم من المسخلة. هلو هاي خالد. هلو هاي خالد هاي انت وين؟ انت وين؟ انت وين؟ انا وين؟ انا في البيت. انت وين؟ بتي ولا هبياي؟ بي ريال من العين صلاح، بي ريال من العين بيسلم عليك. ها عليكم السلام، صباح النور. وين انتو؟ انا شوي روح مستشفى. هي هذا ساعه
سلامة بدنا نشوف على تيست العدم إذا نشوف هو في صار عدم كده. شو بلا بطنه؟ هذا بطن سلام ديالة هو ما تسوي الزكاة. سلام بطن فيه ما تسوي حمام يعني مزبوط. شو بلا؟ ما تسوي فيه أول بطن سلام قول ما يجي زك بيجلس هو ساعة ما تسوي حمام. بعدين هذا دكتور يقول يجيب شوف هذا بطن شو في مشكلة. انزي. هو سوي تيست ودي مستشفى الهين هي. هذا دام أو في هذا قو سوي تيست بكرة بعد بكرة إن شاء الله يشوف شو في. انزين يلا شعري. ها. بس. ها. أنا. بلاك. بكرة هي بكرة رياضة. أبي أعطولك حلول وقت الرياضة تحمل. ماي إيه خلي ولي الحلول يلا ترياك ترياك يلا قفض. إيه إيه متسبح مخلص ترياك. هلا خيمة. يلا زين تعال. زين. خيبة يلا. أول بادي سيد على المطابخ. السلام عليكم. ها شو أخبار؟ ما في شيء ما خلصتوا؟ متى بتخلص أنت؟ متى تخلصون هذا كله؟ سنة؟ متى؟ Thank you. مراد فهم الله يحفظكم عن الموضوع اللي طرحته الصبح أن يعني البهرجة وتجميع اللوادم ويوم بتصيرين شلي معاك 100 وحدة دور ما دارت بتجلسين مكان شليت وياك 100 وحدة يعني حد على يمينك حد على هاي الأشياء الناس ودرتها هاي الأشياء الناس ود يوم بتصيرين سيري خفيفة عند العرب سيري بدون حاشية الحين اللي هل اللي مفصلة عليهم ومخلفة عليهم الحاشية والسائر والياي والربع الوايدين ودروا هالسوالف فحينها انت خفي على عمرك من هالأمور لأن أبويها يبونك يوم عندك شيء يوم ما عندك شيء والله يبوت ولا أحد يذكرك ذكر والله ما عنب وين الأوليين آلاف مؤلفة آلاف مؤلفة كلهم يتوسدوا اليمنى والله ما لهم صيت ولا لهم طهري أنت خل ما أقول لك أنك أنت تخلين عمرك بلي ربع وبلي صدقان لكن صدقانك وربعك يكونون من تشوفيك من دمك ولحمك خج بنت خالتك بنت عمتك رابي وياها ما بكل يوم لقطيهن هايل وصرتي ترترين وياهن إلا مكياجنك إلا هذا المكياج يوالمك وهذا المكياج ما يوالمك يتقرب منك بالأشياء اللي أنت ضعيفة فيها فلذلك أنا قلت أنت هي عادة تقول أنا برقص وانتهف علي فلازم لازم أبوي كلني يغني على ليلى يعني أنت حينة شفت اللومية هاي حين اللومية حين ياسي عسفة منو هذا العساف أيوة طاح حد في ما في دقوا عليه واخذوا قوازي هذا العسف عسفوه هاللومية خذوا ما وراها ودونها ودروها بيصيرون شو شرق غرب بيعسفون الثاني ما بيحط شيء شو السبب خلاص وقف الدايم شديد مايا غناتي بنتي لا خليت منك الدايم شديد بن عمي الدايم شديد الغالي الحبيب الصاحب الصديق الدايم شديد دايم الله سبحانه وتعالى أمم يملكون مال قارون وينهم أبوي ساروا سار مالهم وسارت أرواحهم ونفدوا ومحد درابهم هبخير عن بطيخ انطاح السوق هبخير عن بطيخ انطاح السوق بطيخ إيران يا أبو من آخر الدنيا يوم وصل أبوي خاص اخترب خلاص شو هذا كله يسمونه بهرج هذا الأوليين يسمونه بهرج هاي يسمونه بهرجة وخقة وشيء ما له أي معنى لا سووها لا الأوليين ولا سووها اللي يدورون الخقة واللي يدورون البهرجة هذا أبوي خلاص ذاك وطن مضى
تقضى ومضى خلاص، وطرن تقضى ومضى وقت البهرجة والخقة والصدع ودي، يعني الحمد لله الحين الناس كلها بخير والناس كلها عاجل وفيها مخ وحواس وتعرف الليلها وتعرف اللي عليها وتعرف اللي ينفع من اللي ضر، اللي ينفع من اللي ضر، ما حد ويحتايب ويحذب وينصحها، الناس كلها تعرف وكل يطيح على اليمب اللي ريحه. يلا عادل بندخل على حق صلاح حينه. الله شكرا شكرا يا شامبي، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا شكرا يا شامبي، بارك الله فيك. اليوم ابوي كل بستان زهرة، اليوم غيرين بعد هناك تحيدون هاي جلستي، اليوم لا تغير ابوي النظام، خلفوا المكان والتلفزيون ازم هني بدال ما كان الطرف هذا، وهذا المكان اللي انا كنت جالس به، وهذا حين هني ها، وحين هذا المكان اللي تحولت انا، هذا ابوي هذا ابوي، وهذا خبرناكم عنه اللي قلنا لكم الحلاو، الحلاو الابيض، الحلاو الابيض هذا هو، هذا هو الحلاو الابيض شو ما زين. اول بعد يغسل وعقب ابوي ينحط الله يحفظكم في الماء البارد ويا الزهر او ويا الماء الورد او ويا ماء اللقاح، واحد من هالثلاثه كلهن زينات، كل انسان عاد على حسب اللي يباه. راح اليوم في الدكتور؟ انا واحد زمان؟ اي راحت. دقوا كبره؟ لا دم. يا ببره دم مصينه دراكولا؟ دم وايد ولا شويه؟ شويه وايد. وايد ولا شويه؟ شويه. اسوي بابا ببي منقل منقلي. ما يعرف عربي؟ لا اسد. اسد قرب الله تسد. منقل منقلي. انت بخير حبيب؟ انت بخير؟ انا كل خير. بخير الحمد لله الحمد لله. الحمد لله تستاهل يعلقهم بخير. بقول لكم هاي تغير نظام الخيمه. هناك انا وين كنت جالس؟ اليوم ها دله بولصيه بعد وفنايلها بولصيات. تضحك؟ ليش تضحك علي؟ ليش تضحك؟ بس كذب. ليش تضحك عاده؟ حتى تدرون صالح ليش يضحك؟ اراويكم صالح ليش يضحك. لبس لها النظاره. ما بزينه صلاح؟ زين. فنانه؟ ايه. رقم واحد؟ ايه. شكرا. احنا ابوي معتفسين اليوم عفيس تن وحده. نحن عندنا ابوي منتج جاي من دار الزين من العين وكل شيء بسوي منتج ابوي جهد اماراتي 100% شيء فنان لا صار ولا استوى، وان شاء الله بنصور لكم الهست كل هذا اللي جاي. نحن بنصور بعد شويه. صلاح شو ياك؟ ليش جيت المكان هذا؟ كديش بارد؟ اللي خبرناكم عنه أول بادي طربوش للحلويات، مكانه في وين؟ مدينة العين. طربوش الحلويات منتج تركي على بطنه وظهره، شف تركي مب ماخوذ ومفرزن وموجود ويظهرونه، لا شف تركي موجود، شوف العين تشوفه، كل هذا اللي تشوفونه يوميا يخدم يوميا اليوم بيومه. بالاخص السلام عليكم ابو سيف. عليك السلام ورحمه الله. سيف كيف حالك؟ الله يعطيك التوفيق. كيف انت؟ طيب طبعا. يا مرحبا يا مرحبا. يلا خبرنا عاد عن منتجكم، شو هو؟ هو طال عمرك ابو محمد عباره عن منتجات تركيه. نختص بالحلويات التركيه ويتم انتاجها مثل ما تفضلت بشكل يومي وفريش على حسب الطلب والذوق والاختيار من النكهات اللي يبغيها الزبون. نعم. شوفت عينك هاي هي. هذا الحين مخبز انتو عندكم؟ هذا نعم، هاي كلها معجنات تركيه ونكهات مختلفه مثل ما تشوف، هاي خبز سميت وهاي النكهات دي. ايوه. وهذا شو عندك؟ هني خبز اجمع يك ساده وزعتر وزيتون ونجبن كلها اصناف كثيره. ما شاء الله ما شاء الله. بعد هذا ابوي يشبع، ما تاخذ اثنين، واحد ابوي تتم بينك وبين بين اخوك. هذا هكي؟ هذا خبز طعمه فطاير بالسمسم. كلها فطاير مختلفة. نعم كلها فطاير معجنات تركية، هاي زيتون وزعتر وجبن وخشخمان جبن وموزريلا صناف كثيرة. وهذا هذا عطى طعمك حلو، هاي عبارة عن فطيرة.
بالطحينية. فطيرة طحينية بالجوز والفستق. هاي لندنية أبوكم. وهذا كله ترتيبكم أنتم. نعم. هذا كله إنتاج محلي. حلو هذا الحلاوة تعبئة يعني أنتم. هذا السيارات تركي. نعم. حشوات مثل ما أنت تشوفها أبو محمد. نعم. أنتم بتنقينها على على هواكم أنتم. هال الشغل كله هذا تركي هالي تشوفه. هذا تركي. نعم. هذا مستورد. هذا مستورد. وعندهم من أنواع القهوة. بنكهات متعددة يعني مستكة وفانيلا وهذه تمكينة تب وياهم بوي في المحل. وهذا بوي شراب التفاح وشراب تركي بالرمان وشيء بالكركديه. وهذا مشروب عبارة عن أعشاب طبيعية. وهذا كله تصنعون عندكم. هذا مستورد تركي. هذا تركي مستورد. وهذا تركي مستورد. نعم. والحلويات التركية مستوردة. نعم. وهذا نوعين. هذه لا حلقوم مستورد تركي. نعم. وهذا حلقوم مستورد تركي حجم أصغر. أي نعم. هذا حينه مربط الفرس. حفظكم حلقوم تركي لكن تصنيع مدينة العين. الشيف اللي عندهم هو اللي يصنع هذا الشيء. ومن أكثر اللي يميزه كله زين. لأن تصنيعهم روحهم ما بميوب ومفرزن ومسخون. لا اللي يميز هذا كله الله يحفظكم هذا اللي تشوفونه. هذا حلقوم بالصح بالتمر. خلاص بعد ما أقول عنك شيء. ما شاء الله. ها وهذا عاد بعد شيء بعد مميز عندهم. هذا أس كريمهم الأس كريم البوزة التركية. شو اللي معالي هذا اللي متعمم؟ هذا طال عمرك بسكوت عبارة عن بسكوت فستق عنتاب التركي المعروف. الحين شغلكم انتو شو اللي يميزه؟ شو اللي يميز ترتيب فستقكم من الصبح اسمعك تحن عنتاب وعنتاب وعنتاب. هذا فستق اجود انواع الفستق قاعدين نستخدمه. شوف انت هذا اللي وراي منو؟ انديني. احسراح تبي ايس كريم انت؟ لا انت ها عندوك اقبض يلا ما تريد تعال حلوم من العلوم اقبض انت ما تريد يلا اطمه عفوان. فاقول لك حل المسميات هاي شو هاي طال عمرك فستقيه هي بعد نفس الشيء فستق كله نستخدمه غازي عنتاب. يعني الفستق هاللي عندكم كله فستق من عنتاب. نعم منطقة عنتاب في تركيا اللي هو أجود أنواع الفستق التركي وأغلاهن. نعم هي نعم. فيوجد هذا في كل مكان يعني لكن إنه يخدم قدامك من النوادر. ويستخدم المواد اللي تستخدم فيه مواد طيبة ومن الشيء الزين قليل. زين على فكرة المواد اللي تستخدم الخامات اللي فيها المواد كلها تركية يعني للحفاظ على النوع وعلى الأصل وعلى المنتج. فلذلك ما شيء من الشام وشيء من العلان ويخلطون يقولون تركي. لا المنتج تركي بالمواد التركية بالشف التركي. هذا شيء طبيعي ما بخلي في خاطري. مستحيل أخلي في خاطري. شكرة خفيف ما بيع شكرة من هذا يجيب الصاهر. لا السكر وايد خفيف بعد. من أول يا حق مصطفى زي ها ها شو بلا كيف يعني مثل هي يقول لك تشاب بيك مثل انت هذاك مصطفى متين وانت ضعيف. مصطفى اللي يسوي له هذا مال الحمام المغربي حبيب هذا مصري. شو بتسوي لي انت ده كوفي تركي بالحليب. تركيش كوفي بالحليب بسكر ولا من غير سكر؟ في بسكر في بدون سكر. واللي حتعملها لي ايه؟ اعملها بدون سكر. شكرا يا عسل. النظرة الشريرة هذه غريبة. بعد انت؟ ابوي سوي اثنين واحد حقي واحد حق صلاح. ماشي حق مصطفى؟ بارك الله فيك. هذا ابوي منتجاتهم اللي تشوف منها. اشياءهم جميلة. اقول لك ابو سيف تعال ياي. اي ابداعاتكم انتم ابو سيف. نعم. اللي هي الحلقوم بالتمر الخلاص. نعم. وشيء منها هيك حسب انك شيء بالفستق وشيء بالورد وشيء بالسمسم وشيء بالبلد. هذا كله عندك انت؟ كله نعم عندنا هذا. والله انت غير نمونه ما شاء الله عليك. هذا ابوي شاب. صلاح مبسوط. صلاح تبي تاكل الحين ولا شويه؟ لا لا
ان شاء الله حبيبي. الحين صلاح ابوي يتريى جسمه من هالاشياء كلها، لازم ابوي راعي النصيف السالم. زين ابو سيف، هذا شو الحين عباره؟ هاي طال عمرك بقلاوه الاتراك يسمونها الهبوش، وهي مثلث انا حنسميها. نعم، هذه نحط فيها الايس كريم. نعم الايس كريم، شيء نعطي نحط كلاصات وشيء نحط معالي هاي. لكن انتم شو اللي يفرق هذه عن اللي في السوق؟ اللي يفرق طال عمرك الجوده مثل ما تفضلت وقلت لك فيها، انها الايس كريم. نعم. ونوع الفستق والمواد المستعمله والمواد الخام والسكر اللي فيها خفيف. ما شاء الله، وحي ابوكم فنانه. هاي الاشياء الحين المعجنات، الاماكن اللي من غير تلقط الفطيره، هالكبيرو هالكبيرو اصغر عن راحه اليد. هاي ابوي تسد نفرين، وهايج كذا الامثال. الحين شو قلت لي هاي فيهن؟ هاي حشوات مختلفه. نعم فيها الجبن، انواع من الجبن، موزريلا وقشقوان وحلوم وفهيته وزعتر وسجق تركي. ما شاء الله. هذا الحين انا هاي عاد مميزه عندنا من الفطاير هاي كلها، بس تعتبر سويت في النهايه. نعم محشا. شو محشا؟ الحشو اللي فيها عباره عن جوز وفستق وبطحينيه، كلهم ضربه هاي ولا نوع نوعين؟ الحين هاي هذول نوعين، نوع باليو كل قطعه نوع. ايوه نعم. يعني هذه بالفستق. نعم. وهذه باليوز، وكلهم فيهم طحينه. شوف انت. نعم شكرا جزيلا لكم. هذا اللي تشوفونه ترى مش موجود الا عندهم، هذا ابتكارهم هم فقط لا غير، ما حد ابوي عنده. ما تلقطونه الا في هاي، تعرف تلقطون ابوي في الطربوش، طربوش الحلويات التركيه، وهذا الطربوش. شو عن اسعاركم الحين ابو سيف؟ بالنسبة للأسعار محمد، نحن ما بنزكع مرة بالنسبة للأسعار. نعم يقدر الكاستمر يقارن الأسعار برا، بس قبل ما يقارن السعر نعم يتشيك على شيء اسمه جودة. نعم وبيعرف شو الفرق بيننا وبين المحلات اللي موجودة برا. وبالنسبة للسعر بعد نفس الشيء، يتوقع الله ويقارن السعر ويقعد يكلمنا. يعني ما ياخذ قبل ما قبل نعم. ما يصير الاماكن، واذا ما عيب المنتج بعد يرده وبعد فوقه بنعطيه فلوسه زياده. بارك الله. وبالنسبه للاسعار مقارنه باللي برا، مثال يعني اعطيك مثلا هالبقلاوه. نعم. ما يقل عن 180 وطالع سعر الكيلو. نعم الحين طالع عمرك الحين بعد الخصم كم؟ بعد الخصم طالع عمرك هذا الحين الكيلو ب 96 درهم. بعد الخصم؟ بعد الخصم، قبل يعني الخصم 160. احنا مسوين بيع للصب. خلص انت. نعم ابوي. ما شاء الله عليك، اكرام هالعين ابوي، انتم ابوكم فنانين. ما حد ابوي يروم عليكم يعني، الله يحفظكم. سيف الخصم لين متى؟ طال عمرك الخصم ابو محمد لمتابعينك لين ان شاء الله وصول حياي بالسلامة. ان شاء الله. يعني ابوي اللي ممكن عندها حد جاي من الحي، فالتهم ابوي وقهوتهم يجيبونها من محل الطربوش. الخصومات ابوي 40%، يعني خطر عليهم يقولون 50، تلاقي سويت ب 50% بعيد غير كم والقمز علي. ما عليه. الله يسلمكم. ف تحت كفالتي وتحت ان يعني ذوقي ان الشيء هذا المنتج اللي عندهم. ها شو حشرتي شو تبى انت حقي انا ميوبه القهوه حقك انت متصوع انت منتج تحت ضمانتي انه في منتهى الروعه، شرط انه يختلف عن اي حلويات تركيه تشد كلتوها واستعملتوها في جميع انحاء الدوله. تفضل ابو سيف. طال عمرك محمد، عندنا فرعين، نحن الفرع الرئيسي صار لنا تقريبا سنه وشوي. نعم. في مدينه العين صناعيه تيري. نعم. والفرع الثاني صار له شهرين في بوابه الشرق مول في نعم. دنياس ابو ظبي. نعم. وعندنا خدمه توصيل في جميع انحاء الدوله. نعم. بس الزبون لازم يطلب قبلها بيوم. أساس ليش قبلها بيوم؟ قبلها بيوم طال محمد، أساس الشيء يطلع فريش. نعم. وطيب. إيه. زين لازم يباله وقت التحضير. إيه. هذا من الأسباب اللي نخبركم عنها، إنكم أنتم اللوادم يوم تبون شيء الفريش ما بكم فيكون للحق اللي بياخذ شيء البسيط موجود. يا غير كميات كبيرة لازم أبوي قبل الحشر بعشر. لا تقولون ما حد قال لكم. ولا فرع قلنا لكم، فرع رئيسي في العين وعندهم كشك في شو اسمه؟ بوابة شرق مول في أبو ظبي. نعم. فكرة عندهم في حسابهم في الانستغرام لك 600 نوع صينية، كل إنسان على حسب وين يبي يندب، عند منو ولمنو وشو المناسبة.
يطلب ابوي التشكيل والانواع الصيانه كل صينيه بنوعها وباسمها. يعني على سبيل المثال هذا نوع وهذاك نوع وهذا نوع يعني ناهيك عن الانواع اللي موجوده عندهم. الانواع اللي في الانستغرام تبي تدخلون الانستغرام بتشوفون اشياء عد ويا غير ما تحصى من كثرهن. مل وكل صينيه ولها سعر وكل حجم وله مقاس وكل شيء وله سعره. مثل ما قالوا كل حجره ولها اجره، كل حجره ولها اجره. بارك الله فيكم. قالت عماركم تركش كوفي مالهم بالحليب. هذا اللي تشوفونه بعد سلام سلم اللي ممكن بتصير وتطعم من هذا. قولوا له بلي شكر، قولوا لهم بلي شكر، بتشوفونه تحرى مديوف فيه قند. وسيف شو عن المحل مالكم اللي فيه الشرق مول اللي هل الكشك، هل هذا وين تصنعون له؟ منو متى يوصله؟ هذا طال عمرك محمد العدل الكشك موجود في الطابق الاول هناك قرب كارفور عند انصاري الصرافه بالضبط تقريبا. الاشياء هاي اللي شفتها كلها موجوده داخل الكشك ويتم ارسالها بشكل يومي من مدينه العين حق الكشك هذا. يعني يوميا؟ يوميا نعم. ايوه شكرا جزيلا. خير بارك الله فيك. مرحبا ها حبيبي الحين ياو ماشيني بالنظارة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ابو قوار الطوشي اقولكم نرد على موضوعنا الصبح مال الصبح متعلمات علومة. انسارا عرس ولا انسارا حفله ولا انسارا ملكه ولا انسارا خطبه يم عن دور ما دارهن 10 و15 وحده ولبسنهن ابوي السويعيات والعبي والدنيا والشيل واللي ما يدري بيقول يا مهني يا مهناك. بشل وياي بنت اختي، بشل وياي اختي، بشل نسيبتي بنت عمتي بنت خالتي، بشل دمي ورحمي، بسير جد العرب ولا بسير بها وين تبع. او اني بيلس يلست البيوت ما شي شراته، يلست البيوت ما شي شراته خير من عامة والركضة شرق وغرب. وهاي البوية الغربتيات ياكلن شخك ومخك، الغربتيات بياكلن هي نعم الغربتيات بياكلن الشخ والمخ ويخلن ستين سمك على الحميد المجيد. آلاف مألف مايا لي قبلك حطن حين التمطريزة الناس وقفوا ودرتة حين اللي انفصل عليهم التمطريزة يطرزون عندهم خيار العرب ودروا ابوي هذا كله. الحين من سوى عنده ربيتين يم عن 10 15 وحده وياه انت ازمن ابوي الا من مول لين مول ومن مطعم لين مطعم ويا اللي سنه مطارزيات عندهن وظل عنك هذا ابوي ناس ودرته. هي نعم رمسه هاي ترى موجهه للصنفين للذكور والاناث. ابوي الغربتيات ابوي الغربتية بياكلون ما وراكم ودونكم وبيودرونكم على الحميد المجيد. لا والله بيلت تشوف ولد العرب القبايل يماشي اللي من دينه ومن دمه والحمه ومن اهله. من تشوفين انت الحرمه ليه ما شتنهن ما من اهلها اعتبره يا ابوي ان هاي ابوي ما فيها خير، لان اللي ما في خير لهله ما في خير للناس. أخير شيء الإنسان منه الخير اللي خيره في أهله واللي خيره في بني عمه وإخوانه وخواته وجماعته هذا اللي فيه خير. حبيب اللي فيه خير يلقط أبوي من عره وبرا وهيله بيس ركضه ودبجه إينان ما فيك نحاسية هنتن. بس اللي أبوي بنات عمي بنات خالتي بس اللي أبوي دمي دمي ولحمي بقر في أرض الله. شو أباه أنا ركض بهن أنا شرق وغرب بهرج قلنا كل البهرج الناس ودرته من زمان من زمان. الحين الاقتصاد أبوي في كل شيء، الاحترام في كل شيء، إن كان عرس
إن كان عزيمة، إن كان حفلة، إن كان ملكه، إن كان سيرة، إن كان مشترى، الناس كلها بوي ابتدت تعرف إن الله حق، خلاص ما حد بوي التبذير هذا والتجمعات الوايدة والتبذير اللي ما لهم عنا وصرف اللي ما في محله والخقها اللي ما توجف أكل نفرين اللي بيأكلون ينطلب لك الحق 60 نفر. هذا كل يورم كل بهتان وكل منكر. الناس بويه مبلغ طبويه، الناس اللي من غير مبلغ طه قوت يومهم، وانت يا ساعه تلعب بنعمة الله تنو فرد. نفترض هذا كله يا ينكم من باب الله ما عليه، لكن بويه اقتصاد زين، ناس بويه مبلغ طه، وانت يا ساعه تصور ان شرق وغرب تبرزن اللي عندك كله، هذا يعني مصيبة. وحين ابو وقت سيرات ووقت سفرات ووقت سيرات وييات اللي في الخارج كلن يحشم عمره، كلن يحشم عمره، مشى انكل انشرب انسار انيا، ما بلازم نشر نحن بالبقعة الفلانية، وما بلازم نشر نحن ابوي هاي عاداتنا وتقاليدنا وهذا نحن بنسوي هالنمونة نحن ابوي. هذا مذهبك ابوي في بلادك، وكل صقر يصقر في بلاده، ولي بيتمريل يتمريل في بلاده، لا يتمريل خاري عند الجانب ويفضح بلاده ويفضح وينيا وتنتأ. لا انا كلامي مبطن معلوم ما اقولك اشوفي، لكن سبحان الله للاسف انا ما اقصد حد معين، انا اقصد العامية. من ظهر من داره لازم يحشم عمره ويحشم معازيبه ويحشم جوازه ويحشم الدار اللي هو ساير. يا غريب كن اديب، يا غريب كن اديب، فيك مراي لين هالكثر وفيك هالكثر هبه، تمريل في دارك، تمريل في دارك، وكل صقر يصقر في داره. هب تصقر ابوي في ديره الغربه، ديره الغربه انت غريب، حالك حال اجنبي، ضيف ضيف جايينهم، ضروري انك تكون خفيف طينه خفيف ظل، لا تجلس تتخقق على هالبلاد اللي انت ساير فيها. نعم، وجاب اللي بتجاب له تجلس تستهزا بهم العرب في بلادهم، ان كان ايا كانت ديانتهم ما يخصك، كانهم بيض سود شلق بلق سرك على هواهم ما يخصك فيها. انتوا الحين سايرين لهم احترموا عماركم، كان تبون العرب تحترمكم، لا تقول ساير بيزاتي بيزاتك، والله انتوا بيزاتك ما تسوى شف طعام عند الوادم. ايه حشم عمرك، شوف الحين اللي يقول انا وانا نزل ابوي من قصره وقال الحمد لله يلسوي العرب. لازم تخلون ابوي قيادتكم هي القدوة، زعامتكم هي القدوة، أصلكم وفصلكم يردكم. لازم هب أنا وأنا 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 ومن خدني اقتنى، وتصيروا عند العرب خقة والشيء اللي ما لمعنا واللبس الخليع والرمس الفارطة وتمديحات والتخقيقات ونحن ونحن ونحن. شو هناك كجا مرحبا، كجا مرحبا يا أبوي، كجا مرحبا، قيح قيح والمقالة خلية ما شيء إلا قر 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 حق شو ما شيء كالف. لازم أبوي لا دمي لسانك حصانك انصنت صانك، كل آدمي حشم عمره في داره وفي دار الغربة، وبالأهم وبالأخص في ديرة الغربة لا دمي لازم يحشم عمره كثر ما يروم ويحاتي بلاده وشرفه. لازم تغدون شرات يقولون ما لا يفعلون، القول شيء قدام اللوادم وقدام العرب وفي الميالس وفي المرامس زين، وقدام التواصل الاجتماعي القول شيء والطبيعه شيء اخر. اللوادم ما بمينن ولا بينهم ما عندهم حاسيه، اللوادم ابوي تعرف، والانسان ابوي صيته سابج وعلمه سابج قبل ما يقول أنا وأنا، الناس تدريبه وتعرف حش وبطنك أنت يا الإنسان شو داخله، والناس مش أغبياء أو عبطاء ما يعرفون أنت شو سويتي وشو فعلتي بحجابك يوم تدخلين عند البيت هذا ومن تظهرين أبوي عقيتي سفورة ينان هو مخدي، الناس مخدي والله غير نمونة.
الإنسان الحشيم في داره وبرا داره، في بلاده وغير بلاده. فالحمد لله رب العالمين وضعنا من أحسن الأوضاع في الدنيا العودة كلها. فجوازكم أبوي عاطلكم أبوي، حق التصرف سيروا وانتشروا في أرض الله وين ما تبون، لكن ركاد أست على ما قالوا أهل البحرين، يا واش يا واش ما بمال هوي هوي. ها غدو واثق الخطوة يمشي ملكا، هب قرقع 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 قرقع. الإنسان لازم أنه يحشم عمره داخل بلاد وخارج بلاده، كلام واضح. ما أقصد في زيد ولا عبيد فلانة ولا علانة، الكلام اللي هنا أولا وللناس، هاي ما بنصيحة، هاي معلومة عامة. يعني أقولك أبوي أنا نسيت أخبركم، أنا أبوي ترى خنت عن سيرة العين اليوم. نعم عن سيرة العين خنت عنها، وإن شاء الله أنها باكر بسوي لي سيرة دبي، سيرة دبي بكرة إن شاء الله إذا الله جعلنا من حيين. شيء وايد جميل، شيء سيرة وايد فنانة دبي، وورا بك يوم الخميس بسير العين إن الله راد. يوم الخميس سيرتي العين، وبكرة سيرتي دبي، باكر بسير دبي وبضوي والعين إذا الله راد بتكون سرحة، وأظني بقيل الله أعلم، والله ما أعرف شو بيكون البرنامج، لكن سيارة العين تأجلت إلى يوم الخميس إن شاء الله. بعيد ترتيب الميلس اليوم، بعيد أخير عن قبل. الأول هني هذا مكاني أنا، هذا وين أجلس الحين، هناك بدوه أسوة اليسة. الأول المكان هذا يوم أطالع على يساري ما أشوف شيء، بس أطالع اللي قدام وجهي، الحين لا، من هالمكان أي سبوي أطالع قدام وأطالع الطرف هذا، أكشف المكان كله. وهذه ها هذا أبوي مكان مال عنده. يلا بنرمس خلاص. هذا أنت بتخلص أنت؟ ها؟ وين ريدي؟ هذا تشيكن الفيفاي. يا ربي أنت بتخلصون؟ يلا جلدي يا بابا جلدي، بارك الله فيك. كم يوم هذا بخلص؟ ممكن 2 days. 2 days؟ الله. بكرة ثاني بكرة إن شاء الله خلاص. Thank you. How are you Haris? How is your family there? Fine, happy. Good. الحمد لله الحمد لله. يوم غدا؟ Chicken مدبوس. Chicken مدبوس. This is for who? For me or for family? لا ها فور مي زي شو مي. يا سلام يا سلام يا سلام، والبنتحام من العام، يا سلام. ثانك يو فيري ماتش. ها نارت ناو 1 مينيت 5 مينيت. شوفني غداهم، غدا البيت، غدا البيت ابوي فوق الدياي، غداي انا دياي مشواي، شيء طبيعي حقي، ولا بعطي حد اذنه، ميت ميت اليو عليه في الدنيا كلها فيا. How are you, Malhanaya? I'm fine, sir. Filipino. I know. What happened? Dwarka. Yes, sir. Where are you? I'm here, sir. بعزم ربعة وذبحون، ولا تقول هاي صغار ما يعرفون، اذبحوا بوي خروف، اذبحوا تويس، اذبحوا سووا مثل ما سوون حق الكبار، سووا حق الصغار. هاي شيء وايد جميل إن الولد يحس إنه يعني يامر وينهي ويشق ويرقع في بيته. لازم ولا بلازم من المطعم، ما بيطيح شيء ملك الله منك اذا انك خدمتي وسويتي وعدلتي، وانت يا الاخو تجرب لاخوك، حتى لاخوك لي اصغر تحضر يوم بيعزم حد مرباعته ولا حد بييه البيت، تفرتحون للميلس. ما بلازم عند ويه الباب ولا في حجيره صغيرونه، لا افتحوا للميلس الرئيسي. شو المشكله يعني؟ شو المشكلة؟ أنا ما أدري متى بيحس بكيان بموقع في البيت، متى بيحس إنه لهيبة. لازم يشارك مشاركة الرجال الكبار، بتحسون شقاري غادي إنسان فعال في المجتمع. هاي اللي تشوفون عمره 13 و12، عطوه مهام الكبار، شوفوا بيبدع، لكن من يسوي شيء بتخرب بتكسر وما أدري شو، بيازم مندعل طول حياته طول حياته، بيازم مندعل
ولا بغدي حال الريايل ابدا. واللي تشوفونهم انتم في السيارات واليايات شرق الارض ومغربها يلعبون في البيزة لعب اليهد، هذا ابويه ما بكاد ديب هالبيزة ولا بتعبانين ولا بيايتنهم من جهد ولا بيايتنهم من تعب، يا انهم لافطينهن ابويه الا مني والدرب، ولا انهم وارثينهن، ولا انهن محصلات، ولا داخلات عليهم طريقه غير شرعيه. لا دمي ليوم يكد في البيزة ويتعب ويشقى ويترياها يتريا المدخولي من وقت الى اخر، هذا يا ابوكم يحاتي للبيزة يسوي لها لك 600 حساب، لأنه كادبها وتعبان كاد وتعبان، ما ينه لبني والدرب غمض برج لقط المليارات قدامه. لا 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 لا، هاللي لقط المليارات قدامه مثل ما ين بالراحة بيطير بالراحة، مثل ما ين بالراحة بيطير بالراحة، بيسوي المطار زي وبتسوي ابوي المطار زي، وين بتصير بتشل وياها لك 600 حرمة، بتصير مقهى ولا بتسوي عزيمة، سوت اللي ما حد سواه. شو لأجله؟ هذا كل لأجل ابوي، مثل ما قلت لكم الصبح كل لأجل خقه، هذا ابوي اللي جاينا من يا شو يا مي من ياه الغناء من بعد حاية يموت وفي كبده من الهم هايوس، لأنه جاينهم الشيء من عقب ضنك، من عقب مقبوض عنهم، ما يحصلون إلا بالبندوقة بهانس قاطور من شهر لشهر ولا من حول لنحول من وفجأة ياهم هذا الشيء ينو الأول ما يرمون يحطون خيط فبره وحين يشقون يرقعون، لازم بتين فقيرة بس حتى سويعية من قماش وذهب، بتين بتظهر من ديوان عقلها لازم كيف يعني. المال يرفع للدويني راسه والفقر يجبو بالفتل متبهللي، المال يرفع للدويني راسه اللي لا أصل ولا فاصل، لا علم لا خبر لا جاه لا منصب لا من بيمتيل بيزه، ترى دويني قال أنا وأنا من خدخنا يمشي ويدوس المسلمين عرقابهم لو عنده سلطة ولا شور، لكن رب العالمين. فلذلك المال يرفع للدويني راسه والفقر يجبو بالفتل متبهللي، الفتل عالم ود الناس ود العلماء ود الناس الطيبة، يا غير ما عنده شيء تلقطه شابي شابي فقير شو بيسوي. والعنز لو تعطى الدراهم شيورت بيشاورونها، ترى عندها بيزات، والعنز لو تعطى الدراهم شيورت ويقال يم قرين وين المنزلي، ها شو تحرون انتو وهي عنز عندها بيزات، ما بالك شوية حاسية عنده ولا عندها وعندها كم ربية بتيمع ويك لابس عدور ما دارها. مثل ما قلت لكم الصبح انا برقص وانتهف علي، انا برقص وانتهف علي، صبر جميل وبالله المستعان. طرطنقي بنا بيت خوش رنقي سكن فيه، طرطنقي بنا بيت خوش رنقي سكن فيه، هي والله ان طردنقي بنى بيت خوش رنقي سكن فيه. يلا برايكم صلاه. يقول انا ولد فلان ونعمين، بس يا اخي حتى ابو لهب ولد عبد المطلب وفي النار، وابو طالب ولد عبد المطلب وفي النار، وبلال والده حبشي وامه حمامه في الجنه، حمامه اسمها. نعم اخي الحبيب، بعضهم بالمال، المال اللي عندك الله يحفظك الله يجعل أبويك في الجنة، لولا الخيلات اللي ورثها لك ولا والله أنك يمكن ما عندك طقم دلال. يا أخي لك رفع عن أنفك بهذا المال، الرزق بعت واشتريت واغتنيت، فلان قبل ما يصير موظف مدير ويسلم علينا ونجي معه ويروح معنا ويزور خالاته وعماته، والحين خشمه شوي يرفع إيدك كل شوي، مش تدور يدور نجوم يقول وصلت السماء. وين التواضع يا أخيي؟ خرجت أنا وإياك من مخرج البول مرتين، وبعضهم لا
تم تبنيها طبعا حوالي سنتين يوم سنتين قلت له شفت بشوف سويت هذه الخيمة ما دخلت فيها فيها اشياء تتصور لها وبعدين ضفنا عليها حقيقة يعني وين تريح الريال ها شو ما زين لللبس نون هذا اللي باشر بعيني عسبه لين دبي في شيء مهم جميل وفنان هذا اللي تشوفونه ترقبوا ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين بكره في حدث مهم حدث مهم في مبنى جديد مكاتب جديد شيء جديد خاص نون اللي يقولوا العالم كلها مسافر كلها مسافر شو العرب ابوي الجيم ممزور لين عين الجيم ممزور لين عين يعني اللي يقولون الجيم اقول لكم تدرون جايين الجيم ضيوف ابوي ضيوف جايين الجيم ها زقره زقره